ما عندي وش زيتكم ما كون يعني كنا مشاهدينا الكرام في اللحظات المؤسسة تغلق أبوابها وجه شاهد من هذا الجاي ديالها ودقائق او ثواني فقط ويدق الجرس ديال الانطلاق اليوم الاخير في امتحان الباكالوريا شعبة الحياة والارض علوم الحياة والارض SVT الله يوفق الوليدات الله يسمح لنا من الوالدين الله يسمح لنا من الوالدين اللي صراحة تنشوفوا هذا الترقب وهذا الانتظار ديالهم أمام الأبواب ديال المدارس منذ الساعات الأولى خصوصا الأمهات الأمهات مساكنين الله يكون في عوانهم راه يدوم على قلبهم ماشي دابا ولكن حتى السبت غيتسناو حتى الاعلان نتائج نهائيه ديال الباكالوريا والوليدات راه شفناهم كيفاش داخلين راه مستريسين الله يكون معاهم الله يكون معاهم الله يوقف معاهم داكشي اللي حافظينه راه هو اللي غادي يحطوه ليكم داكشي اللي قريتوه راه هو اللي غيحطوه ليكم اي نعم الوليدات راه تاثروا بالاضرابات هذه السنه كان واحد تاثير بسبب الاضرابات وخصوصا ملي كنهضروا مع الوليدات ملي كيخرجوا تيقول لك الدراري ديال بريفي قراو العام كامل وحنا راه ما قريناش العام كامل وغيتحط لينا نفس الامتحان يعني تيشوفوا ان ما كاينش واحد التكافؤ في الفرص تيقول حنا اللي قرينا في المدرسه العموميه والدينا ما عندهمش باش يديروا لنا السويع ما كاينش تكافؤ في الفرص وليدات البريفي راهم حافظين وقارين العام كله كيديروا الدعم وحنايا راه داكشي اللي قريناه راه داكشي اش كيخرجوا تيقول لك داكشي اللي قريناه ماشي هو اللي حطوه لنا في الامتحانات لان مشاهدينا الكرام كنتمناو التوفيق والنجاح لهاد الوليدات هاد اليوم الاخير للامتحانات البكالوريا
للمشاهدين الكرام صباحكم مبروك، واكيد غادي نبقاو معكم باش نقلوا لكم التفاصيل ديال نهايه اخر امتحانات او اخر ماده في امتحان البكالوريا لهذه السنه 2023 2024. الى اللقاء في بث اخر باذن الله.